sniper has managed to take Yasser from us. But we believe that Yasser is still with us, with his message, with his smile, and with his passion. عندما نتحدث عن 740 اعتداء وانتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل مناطق الضفة الغربية وغزة بما في ذلك إغلاق مقرات فضائيات ومؤسسات إعلامية، هذا بدلل بالقطع على أنه الموضوع لا يتعلق بحوادث فردية أو حوادث عرضية، بل هو سياسي مدروسي ومهم. كان يرتدي الخودة وكان يرتدي الدرع الواقي، يعني عنده أدوات السلامة المهنية. تم إطلاق الرصاص من قبل قناص الاحتلال الإسرائيلي، أصيب متظاهر أمامه أو أكثر من متظاهر، ثم هو أصيب وصار يصرخ على الناس أنا صوبت أنا صوبت. احنا بنعتبر انه هذا استهداف متعمد للصحفيين الفلسطينيين بهدف سياق الحرب الاسرائيلية المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين. نحن وراك على الجنة. ابعد عن الصورة.